في زاوية سيدي بن عيسى في قبلي القديمة نشوفه في الأثار وشفنا معناها برشة حاجات برشة حاجات قديمة. وانتم سيدات من أتباع وإلا تجيوا لهنا للمقام أو الزاوية هو ولي صالح ولا كيفاش انتم؟ هو خي والله هو صالح. من أصلا من مكناس هذا عارف في أصلا من مكناس ويقول ولي صالح ولي صالح خوة. هذا نعرف عليه احنا رانا صغار مازلنا ما شاء الله زيت البرك نجيو ونزورو فيها نزورو نعمل وعايد هني نطيب انا وصغاري ناكل نشرب انا وصغار اختي نجي صغار خويا نجيو لهني ها النهر برك وين كان وين طيبت ونقعد ونرد مني ساعه ساعه البال تو من ساعه اللي نحلو ها طيبنو ها طيبنو ها نحلوها اول حاجه نخلعوها وين نخلوها ما يجوش تجي تتفقد تو انت انا ساعه ساعه نتفقد مش ديما ديما هاي تفضل خلينا ندخلوا معاك نشوفوا شنو الداخل شنو زيد شنو نقص جيت تلهي تنظفي تبدا عندنا هكا حاجه مهرجان ها ثم مهرجان خاص ثم مهرجان يجي السنه شوف عاد السنه هم مازال ما قرروش حق هاي بسم الله شو تقول تو بسم الله هذا شنو هاو فريش مفروش و كانت نقول كل علامات هنا نحوم كلها زوم تهزت العلامات شمع موجود جيت حنا ولا هاو هنا برتين هذا لا مخلين شمع لا مخلين شيء لا مخلين حتى نشهم ونجي العباد مرة في داش يجيب العرايس هنا يزوروا مناسبات في مناسبات عرايس نجو ولد عمي هنا نقعدوا ننظفوا ننظفوا الربي والتنين ما خلوش مسخ على الاقل يجوش برانية يجوش عباد هكا ولا في المهرجانات نجي ننظفوا هنا وهي اصيله نتاع مطبقه نطيب مطبقه هنا لهنا هاي حجم العادات هذه المطبقه شو تعمل شو طيبوا لهنا شنو كي تجي قلت لي طيب انا واولادي شنو شنو الماكله طيبوها ولا مطبقه انا اصيله في المطبقه حتى شهاده اعطينا شهاده ما بلي عندك شهاده في المطبقه الجماعه الاخرين هانوا يطيبوا كسكسي نرجعوا تو يعني تجي لهنا تتفقد وتشوف شنو ال مازال ما صلحوش يا سقف ذوليت لازم له ولازم له نسجل التراث هذا تراث عتيق تقليدي فيه اهتمام الناس ولا الناس مش مهتمه به الزاويه اي لا والله يجوا الساعه ساعه يزوروا عندهمش والاغلبيه العراسي العرايس يجوا يزوروا يزوروا باللي كامل عرفت فيه الولاد كلهم ثم حاجه شفت الصندوق هذاك نتاع شو نتاع بوسطه ولا هذا نتاع اللي قبل من كان يسكر يحط فيه في الفلوس يجي الوكيل يحس يهز يهزهم يعمل لها بحاجه هذا هاوين على دار الوكيل لقى لا شيء ما فماش تو خويا هاو تلاوي السكاره اللي يجي يسكر يهز الفلسات يهز العلمي هاوين يسام عمل لكوب بعد انت يعمل لا لا حتى يصلحوه حتى نصلحوه هاي الكوبه درت اخويا قلت راه هاويهم لوحه ولا واهي ولا شو والله لا خلوا على حاله اي ها هي من ها هي الكوب بالتل ايوه هذيك كانت تسكر هذيك كانت تسكر هذيك التل دراها كلايمات الراجل راه اللي شاد هو الوكيل قر عادي اي مزيت البركه ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك ومهما يكون واحد ولا بيه حتى كان مش شاد ولا حاجه اي نظف اي ربي يحفظك هاي يعطيك بس هاي كتيبه وتخربيش و ذر جيت هم هالكوره قاعد تفتكر اه يا ربي يحفظك عايشك هم كانوا هذول متكلفين فيه يسكنوا حداه يسكنوا ما عاد حد يسكنوا يسكنوا حداه هذول قدام امالي وينهم مات رحلت الناس
هاي ربي يحفظكم يعطيك الصحه. السلام عليكم. سلام سلام.